مشاهدينا ورجعنا لحضراتكم مرة أخرى، والحقيقة أيضا كمان معانا يعني خبر حابين نعرف عنه تفاصيل أكتر. شهد عام 2021 إنجازات ومشروعات عديدة وتطوير للمناطق العشوائية والإعلان عن خلو مصر من المناطق العشوائية مع نهاية هذا العام، ولذلك تم تغيير مسمى صندوق تطوير العشوائيات إلى صندوق التنمية الحضرية. والتفاصيل أكتر معنا على الهاتف المهندس خالد صديق رئيس صندوق التنمية الحضرية. صباح الخير. صباح الخير، كل سنة وحياتك طيب. في البداية طيب وحياتك طيبين جميعا. في البداية كنت عايز أعرف من حضرتك حجم الإنجازات اللي حصلت في المشروع ده، وهل من الممكن إحنا نقول إن مصر دلوقتي خالية تماما من المناطق غير الآمنة؟ إحنا يعني حجم الإنجازات احنا خلينا نتكلم بالارقام بقى عشان طالما سامع انجازات. احنا لما سياده الرئيس كلفنا في 2016 بالقضاء على العشوائيات الغير امنه، عملنا الخريطه القوميه بتاعتنا، كان عندنا 357 منطقه فيهم 200,000 وحده غير امنه، يعني بيعيش فيها حوالي مليون ونص مواطن. النهارده احنا رجلينا فين؟ احنا مخلصين من 357 منطقه 322 منطقة، ويعني بقى لنا 35 منطقة ومخلصين 215,000 وحدة من 200,000. ازاي بقى؟ ان احنا كنا لما عملنا خطة كان في 200,000 وحدة، طب احنا بنعمل بعض المناطق لقينا اللي جنبها آمن ولكن شكله العمراني مش متناسق مع الشكل الجديد بتاعنا، فوسعنا دايرة المنطقة. زي مثلا سور مجرى العيون، كان عندنا مثلا منطقة بتاعت عشة بالسعود كانوا 570 وحدة بس، لما جينا عملنا قلنا لا هنعمل سور مجرى العيون كله بقى 2000 وحدة غير المصانع اللي وديناها الروبيكي. فهنا المنطقة زادت علينا، نفس المنطقة ولكن العدد زاد. منطقة نجد السماك كان عندنا سمن العجوز بس 710 وحدة، تحولنا ل 4800 وحدة، وعملنا لهم المشروع في حدائق اكتوبر، وهكذا يعني الموضوع. فبقى عندنا بدل 200,000 وحده بقينا 240,000 وحده. خلاص منهم 215,000 في 35,000 وحده خلاص خلصانين تقريبا، بس ما فيش وحدات موجوده بنبنيها واهالينا عايشه في المنطقه الغير امنه نفسها، زي مثلث نزيرو. مثلث نزيرو الناس المشروع شغال لكن ما فيش حد عايش في منطقه مثلث نزيرو الغير امنه، خلاص ما عادش في منطقه مثلث مسجير والغير امنه. فعندنا مشروعات جاهزه ان شاء الله قريبا للافتتاح، منتهيه بنسبه 99%، بقي بس على توصيل المرافق والخدمات. المرافق معموله لكن توصيل واطلاق سيارات كهربائيه والميه والصرف الصحي، زي مشروعات الخياله، مشروعات حلايب وشلاتين في جنوب مصر، مشروع 15 مايو اللي هي زور 15 مايو. وعندنا 15,600 وحده بشال خير خمسه في الاسكندريه، وهكذا. هي دي المشروعات المتبقيه معانا، وخلاص احنا هنا بنقول ان خلاص مصر فعلا خاليه من غير امن في الايام اللي احنا فيها مع افتتاحات هذه المشروعات. وبرضه يمكن بعض المشروعات جاهزه وكامله من كله لكن بنفرش فيها، فعشان كده منتظرين الفرش يكتمل عشان نقدر نسكن اهالينا فيها. هي دي بس، خلاص يبقى كده بنقول احنا بنعلم مصر خاليه من غير امن. تيجي ناس ثانيه تشوف الصوره تقول لك الله ده انا ماشي على عزب، ماشي على محور الدايري لقيت مش عارف في منطقه عزبة خير الله، منطقه طبل عنتر، منطقه في عين شمس، في عزبة نجد. الحاجات دي كلها مناطق غير مخططه. تمام. وغير مخططه ليها خطه اخرى تحت مظله صندوق التنميه الحضريه. طيب باشمهندس خالد، يعني طبعا حضرتك اوضح دلوقتي ان في يعني بعض مناطق حضرتك ذكرتها، هل هي دي المرحله الثانيه اللي هيتم بعد ما تتخلصوا تماما من المناطق الغير امنه، ولا في يعني مناطق اخرى او مرحله ثانيه اخرى؟ احنا بدانا خلاص، احنا اسم الصندوق اتغير في 2 اغسطس 2021. احنا بدانا نشتغل كصندوق تنميه حضريه من شهر 2/2/21، يعني بدانا نشتغل قبل ما نبقى صندوق تنميه حضريه في التنميه الحضريه قبل اصدار القرار. لان احنا من 2017 لما جينا حطينا الخطه بتاعتنا قلنا طب احنا هننتهي بعد نهايه 20، يعني بعد ما نخلص 2020
هنبقى ايه؟ ما احنا هنخش 2021 هنعلن مصر خاليه من غير امن. طيب الصندوق هيعمل ايه؟ هل كده الصندوق ينهي مهمته ويتقفل الصندوق ده خلاص ملوش لازمه خلاص؟ ولا نستغل نجاحات الصندوق ودفع القياده السياسيه لان هذه النجاحات ودعمها للصندوق علشان نغير في اتجاه اخر وننجح في اتجاه اخر بنطاق اوسع، ونفس الوقت نقول ايه؟ احنا عندنا احلام وطموحات كبيره. هل نقف عند هذه الطموحات ونكتمها ولا ننميها؟ بعد ما ندرس 2017 هنعمل ايه؟ فعملنا تشريح وتصنيف للعمران في مصر. تمام. طلع لنا مش حجم المشاكل فين؟ بقى فين اماكن مشكلات وتحديات واماكن فرص. ازاي نستغل اماكن الفرص في حلول اماكن التحديات؟ فنقول اه ده احنا المفروض نشتغل في التطوير العمراني، في حاجه اسمها تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى. مظبوط. المفروض نعمل الغير مخطط، المفروض نعمل الاماكن اللي هي التاريخيه المميزه. المفروض نشتغل في الامتدادات العمرانيه، الجيوب العمرانيه، الجيوب الزراعيه داخل المدن او الاماكن اللي فيها حاجات غير مقبوله داخل زي مصانع مقالب قمامه و كل جوه المدن ما ينفعش، او امتدادات عمرانيه مستقبليه بدل ما تتحول لعشوائيات امتداد عشوائي، لا احنا نخططها ونعملها تخطيط تفصيلي ونعملها تنميه عمرانيه وتخطيط عمراني تفصيلي. كل ده قعدنا نفكر فيه. اذا الكلام ده يحمل ايه عشان نقول في الصندوق ايه؟ يحمل حاجه اسمها التنميه الحضريه. اذا يبقى احنا الصندوق اسمه التنميه الحضريه، ونحط مهام وخطط للتنميه الحضريه. فنتج عن التنميه الحضريه ايه؟ تطوير عواصم محافظات المدن الكبرى، دي مبادره من سياده الرئيس ب 500,000 وحده وبدانا فيها فعلا من شهر فبراير اللي فات، وبدانا حتى عملنا مرحله عاجله عشان نقدر نشتغل فيها بسرعه، لان احنا بنشتغل ب 500,000 وحده. طب احنا هل عندنا بعض المشاكل عايزين نعملها بسرعه وفي نفس الوقت بعض الاراضي المتاحه اللي نقدر نشتغل عليها؟ فظهر عندنا ان هنشتغل في 35 مشروع، ال 35 مشروع دول ب 107,000 وحده. تمام. في 13 محافظه ونسبه تنفيذهم دلوقتي متوسط، ال 35 مشروع متوسط التنفيذ بتاعهم وصلنا ل 50% وتجاوزنا، وبعض المشروعات منهم عشان نقول المتوسطات دي، في بعض المشروعات وصلنا ل 75%، احنا في بعض المشروعات بدأنا نشطب. تمام. ودي المبادره نفسها ممكن توصل ل 500 مليار جنيه ان شاء الله، لكن المرحله العاجله بتاعتها حوالي تكلفه من 90 ل 100 مليار جنيه. دي اللي شغالين فيها. الحاجه الثانيه برضو من نتائج صندوق التنميه الحضريه تطوير القاهره التاريخيه، وبدانا نشتغل فيها. يمكن الناس شافت كتير على الشاشات اللي احنا عملنا ايه، احنا عايزين نرسخ النتيجه العمراني الموجود، مش بنشيل، لا ده احنا بنجدد، نرمم، نرفع كفاءه، ونحافظ على القاهره المسجله في اليونسكو زي ما هي بحواريها وشوارعها، ولكن هنرجعها نرجع 1000 سنه ورا زي ما كانت جميله قوي زمان كده، زي ما كانت زي ما برضه 1000 سنه ورا كانت بتبني من جديد، و100 سنه ورا لما كانت القاهره اجمل مدن العالم. فده اللي احنا ان شاء الله بننشده. ان شاء الله عندنا في مشروع حدائق الفسطاط على 500 فدان، يمكن المرحله الاولى بتاعته كانت بحيرات عين السيره، وعندنا متحف الحضاره فيها، ودلوقتي شغالين عند مسجد عمرو. ال 500 فدان كلهم حدائق عالميه على مستوى عالمي، فيها منطقه مغامرات، منطقه فنادق، منطقه فود كورت، منطقه تجاريه، منطقه ثقافيه، منطقه حضاريه، منطقه حفريات وتراث اسلاميه، كل الحاجات دي جواها، وهكذا حاجات كتير قوي تحت مظله التنميه الحضاريه، بالاضافه الى المشكله بتاعت المناطق الغير مخططه دي لوحدها 318 مليار جنيه. عندنا 40% من المسطح العمراني للحضر في مصر هي المدن، 40% منها غير مخطط ب 318 مليار جنيه التكلفه. احنا بنتكلم في مهام مكلف بها الصندوق حالا، وانا بكلم حضرتك من 700 ل 900 مليار جنيه مكلف الصندوق بمهام دلوقتي تحت مظله التنميه الحضاريه. ده المستقبل، وده الاحلام اللي احنا كنا بنحلمها زمان بقت حقائق دلوقتي. طبعا. هو الحقيقه طبعا باشمهندس يعني فعلا جهد كبير جدا، يعني احنا كلنا ملاحظينه طبعا في السنوات القليله الماضيه، وان شاء الله ان شاء الله كده السنه الجديده والسنوات المقبله كمان نشهد مزيد من الانجازات ومزيد من التطور يا رب ان شاء الله. انا بشكرك جدا المهندس خالد صديق رئيس صندوق التنميه الحضريه، بشكر حضرتك شكرا جزيلا.